طيب الفانكشن دي في نقدر نعملها حاجه اسمها تفاضل او ديريفاتيف فبيسموه واي داش. يعبر عن ايه التفاضل او الديريفاتيف ده؟ بيعبر عن معدل تغير الداله، معدل تغير الفانكشن بتاعتك، يعني بتتغير بريت عامل ازاي، تمام؟ يعني ايه ريت عامل ازاي؟ يعني بيقول لك لو الواي اتغيرت مثلا من 3 بقت 5 والاكس اتغيرت من 2 بقت 4 يبقى معدل التغير هو ايه؟ 5 ناقص 3 على 4 ناقص 2، فرق الواي اللي حصل على فرق الاكس اللي حصل. هو يعني جنرالي كده التفاضل معناه شوف التغير اللي حصل في الواي لما تتحرك على الفانكشن ديفايدد باي التغير اللي حصل في الاكس. جميل؟ بيتجاب ازاي في الواي داش دي بقى؟ الواي داش تعبر بتتجاب ازاي كفانكشن حسب شكل الفانكشن بتاعتك. لو هي اكس باور 3 بتفاضل انك بتنزل الباور تضربه هنا وتنقص من الباور 1. يعني اكس باور اي عدد صحيح او كسر او سالب او اي حاجه هو اكس عليه باور باور ينزل وينقص واحد. خلاص كده يبقى احنا عملنا الفيرست ديريفاتيف او عملنا التفاضل الاول. ماشي؟ كده يا جماعه كده؟ طيب لو عايز افاضلها بقى مره ثانيه يسموها بقى واي دبل داش. واي دبل داش دي يعني فضلت الواي مرتين. افاضل الواي داش كمان مره. طب الواي داش بتفاضل ازاي؟ زي الواي بالظبط. الاثنين تتضرب في الثلاثه يبقى سته وباور 2 ده يقل واحده فيبقى باور 1. وهكذا. عايز تجيب بقى مشتقه ثالثه يبقى اسمها واي 3 داش. فاضل ازاي؟ الواحد اللي في الباور يتضرب في الستة تبقى اكس باور زيرو اللي هي بكام؟ واحد. واي اربعة داش تفاضل كام مرة؟ اي رقم ما فيهوش اكسات يبقى التفاضل بتاعه زيرو. طالما فانكشن ما فيهاش اي اكس التفاضل بتاعه زيرو. ليه؟ لان واي الفانكشن اللي اسمها ستة دي عاملة كده. فده الواي ما بتتغيرش، الواي كل مرة ثابتة. فاكيد التفاضل هيبقى زيرو. التفاضل يقول لك الواي بتتغير قد ايه لما الاكس تتغير؟ الواي عمرها ما هتتغير، واي يساوي ستة دي ثابتة. فعشان كده المشتقة الرابعة معناها انك تفاضل الثالثة تجيب الديريفاتيف بتاع الثالثة، الثالثة تجيب التفاضل الثانية وهكذا. يبقى انا قلت لك فانكشن قلت لك عايز التفاضل رقم 100. بس تفاضلها 100 مرة، صح كده؟ طب العلاقة اللي فوق دي بقى هتسهل لك الموضوع ده شوية. هقول لك ازاي. بس قبل ما اقول لك ازاي ساعات بدل ما يستخدموا السيمبل اللي هو واي داش ده كده، ساعات كاتبين واي وواحد بين قوسين. يعني معناها المشتقة دول. بين قوسين كده يبقاش باور. عدد التفاضلات. التاني بقى المشتقة الثانية يبقى عاملينها كده، والثالثة يبقى عاملينها كده وهكذا. دي طريقة كتابة مختلفة غير طريقة الداشات. ماشي؟ في طريقة كتابة تانية. هي طبعاً بين قوسين كتير عدد التفاضلات أريح من موضوع الداشات دي عشان ما تقعدش تكتب داش لو 5 داش ولا 7 داش بقى يبقى كتير أوي. في طريقة تانية بقى يقول لك إيه؟ يقول لك الواي داش بيقوم كاتبينها دي واي باي دي إكس. تعبر عن إيه دي واي باي دي إكس؟ وحرف الدي ده اختصار ديريفيتيف اللي هي مشتقة بالإنجليزي. كان يقول لك ديريفيتيف الواي يعني فاضل الواي باي دي اكس دي يعني قصدي اللي هي فانكشن في اكس. يعني زي ما هتفاضل واي بتروح تفاضل مين؟ الاكس تنزل الباور تنقص واحد. يعني قصدي بالنسبه لاكس. طب المشتقه الثانيه مكتبينها ازاي بقى؟ يقول لك دي 2 واي باي دي اكس 2. يعني الاثنين بتتكتب في الباور بس ما بتديليش باور ولا بتستعمل كانها باور. بتتكتب في الباور بتاع الدي لكن هي بتدي المشتقه الثانيه للواي. وهكذا بقى المشتقه الثالثه بتكتب دي 3 واي باي دي اكس 3. ودي دي واي 4 واي ما دي اكس 4. يبقى ايه دي بقى؟ مشتقه رقم ان. يعني ايه بقى؟ يعني بيقول لي اثبت لي ان لو الواي اسمها كده فانا لو فضلتها ان مره يطلع لي كده. ايه ان مره دي؟ يعني كم مره يعني؟ براحتك عايز تحط ان باثنين يعني لو فضلتها مرتين حط ان باثنين يطلع لك المشتقه الثانيه على طول. يعني انا كده لو عايز افاضل 100 مره دلوقتي مش محتاج ان انا افاضلها 100 مره. ما انا احط ان ب 100 في كل ده يجيب لي التفاضل رقم 100 وخلاص.
فالعلاقه دي مفيده اه، بس عايزين نثبت بقى ان الكلام اللي قايله ده صح، ان فعلا لما بفاضل ان مره هيطلع لي الكلام ده. اي علاقه فيها ان بالمنظر ده نثبتها بالاستنتاج الرياضي. الاستنتاج الرياضي عندنا اساس وفرض ومطلوب. عايزين نعمل اساس والفرض والمطلوب بتاع المساله دي ونشوف هنتحرك فيها ازاي بالمنظر بتاع الدي ده. اساس وفرض ومطلوب. الاساس الاول دايما طالما ما ادانيش شرط على ان يبقى الاساس عند ال بواحد. هنروح نجيب كارت رايت هاند سايد وفين في الليفت هاند سايد نشوف كل واحد بكام. رايت هاند سايد لما تحط ال ان بواحد ده سهل قوي، هيبقى اي باور واحد ساين اي اكس زائد بي زائد باي عند اتنين. الليفت هاند سايد شوف هيطلع كام. الليفت هاند سايد تحط ان بواحد في الطرف الشمال يبقى اسمها دي كام واي؟ دي واحد واي، بس حد بيكتب الواحد ده يقول لك ان هو كانه باور، فدي واحد واي يعني قصدنا دي واي باي دي اكس وخلاص. لان الواحد دي انا قصدي فاضل مره. فاضل مين بقى؟ فاضل واي. طب فين الواي؟ لازم يديها لي. عشان كده المساله الوحيده اللي بيديني فيها جيفن هي دي. لازم يقول لي الواي بكام عشان اعرف اجيب له دي واي باي دي اكس. يبقى الجيفن ده استخدامه في فين؟ في الاساس. لان يعني اول حاجه في الاساس بتفاضل واي مره، فلازم يقول لي الواي مين. طب افاضل ازاي الساين؟ هتعلمنا ازاي نفاضل اكس باور كذا. يقول لك الساين تفاضلها كوزاين. بس كده؟ لا. بيقول لك اول ما تلاقي اي ساين كده عايز تفاضلها تشيل الساين تكتب كوزاين، بعد كده تضرب في تفاضل الانجل، تفاضل الزاويه اللي جوه. يعني ايه؟ يعني ايه اكس لما افاضلها؟ دي ايه؟ البي لما افاضلها؟ ما فيهاش اكس، دي زي السته، تدي زيرو. طب ايه اكس زي البي دي تفاضلها ايه؟ هل الطرف ده زي الطرف ده؟ اه فعلا هما زي بعض. ازاي بقى زي بعض؟ لما تبقى القاعدة مهمة أوي بتقول لك إيه؟ بيقول لك لو في كوزاين مش عاجباك، كوزاين أي زاوية، الكوزاين دي مش عاجباك خلاص خليها ساين بس زود على الزاوية دي. اه يعني دي قاعدة مهمة أوي. وحتى لو أنت مش فاكر القاعدة دي لازم تخليها زي الفرق، زي الأساس أصلا، لازم تضرب زي الرايت هاند سايد. ها؟ فعشان كده انا هخلي الكوزاين دي ساين عشان اعرف اقارنها باللي فوق، ان انا ازود على الزاويه اللي جوه كلها اللي هي اكس زائد بي زاد عليها باي على اللي فوق. دلوقتي ايه العلاقه بين الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد؟ سوا بعض. طب انا اثبتت الاساس. مهندس صح، انا مش فاكر تقول كوزاين سيتا بتساوي ساين باي على 2 ناقص سيتا، او سيتا زائد باي على الاثنين، الاثنين صح بيدوا كوزاين. ها خلاص كده؟ وضحت؟ طيب القاعده اللي انت عملتها في الاساس دي خليك عارفها عشان غالبا هتستخدمها تاني. يعني ده عاده عشان كده الاساس ممكن يعلمك حاجات مهمه. يعني لو القاعده دي انت مش فاكرها خلاص انا ممكن افبرك بقى ان دي زي دي عشان تطلع زي رايت هاند سايد. خلاص بقى خليك فاكر الفبركه اللي انت عملتها دي عشان تستفيد بيها اكيد في المطلوب تاني. تمام؟ لو مش فاكرها الاساس هيقول لك تعمل ايه. وهتستخدمه عاده تاني في المطلوب في موضوع التفاضل ده بالذات. فتعال نشوف الفرض هتعمل ايه؟ تنقل المساله دي ان واي باي دي اكس ان تساوي اي باور ان ساين اي اكس زائد بي زائد باي على 2. ده الفرض يعني ده جيفن اقدر استخدمه. المطلوب بنعمل ايه؟ نشيل ان بان زائد 1 ونثبت. يبقى عايزين نثبت ان دي ان زائد 1 واي باي دي اكس ان زائد 1، عايزين نثبت ان هو بيساوي اي باور ان زائد 1 ساين اي اكس زائد بي زائد ان زائد 1 باي على البي. حد عنده اعتراض لغايه هنا؟ تعالى نتكلم هو ده الشغل. كل نوع من انواع مسائل الاستنتاج في طريقه بنتحرك بيها. مسائل المتسلسلات نشوف المطلوب ونقعد نرجع لغايه ما نلاقي الفرق. مسائل القسمه بنجيب اس ان بلس 1 حاجه في اس ان زائد حاجه في اللي بنثبت ان احنا نعمل اسم عليه سواء بقى كان 11 او اكس ناقص واي او اكس ناقص 1 زي المسائل اللي قعدنا نعملها المره اللي فاتت. مسائل المتباينات مش بنلعب في المطلوب، بنلعب في الفرد، بنخلي الفرد شبه المطلوب، يا شمال زي الشمال، اليمين زي اليمين، ونخبي ونحرك زي المره اللي فاتت. مسائل التفاضل بقى دايما بتبدا بدي ان ان بلس 1 باي دي باي دي ان بلس 1 واي باي دي اكس ان بلس 1، دايما تبدا بالطرف ده. ليه بقى؟ لان الطرف ده هو اللي انت مش عارفه، لازم تحسبه، وما تحسبه يطلع كده. فنبدا بالليفت هاند سايد اللي احنا مش عارفينه ده عشان نحسب هو بكام. واقعد افكر بقى، يعني ايه المشتقه رقم ان زائد 1؟ أو إزاي أجيب مشتقة رقم n زائد 1؟ وإحنا كنا هنجيب إزاي المشتقة الخامسة؟ فاضل الرابعة، يعني فاضل اللي قبلها، صح؟ يبقى
لو اشتقت رقمين زي ده عشان اجيبها لازم افاضل اللي قبلها اللي هي مين؟ لو اشتقت رقمين فهمين خلاص يبقى انا المفروض اعمل عمليه تفاضل للمشتقه رقمين، ساعتها لما جبت المشتقه رقمين بلس 1. طيب بس ما حدش بقى بيكتب تفاضل بالعربي كده، هو كلمه التفاضل دي اللي هي دي واي دي اكس دي معناها تفاضل. تمام؟ فاقول له خلاص انا هفاضل دي ان واي واي دي اكس ان. طب هي فين عشان افاضلها؟ انا بعرف افاضل دلوقتي الساين وبعرف افاضل اكس عليها باور. فين بقى دي دي ان واي واي دي اكس ان هفاضلها لك؟ متغير. عشان كده اقول له خلاص يبقى انت عايز تعمل دي واي دي اكس، يعني عايز تفاضل الفرد اللي هو اسمه ايه بقى الفرد؟ انقله فرد دي ان واي واي دي اكس ان هي دي يبقى اسمها اي ان ساين اي اكس زائد بي زائد ان بقى الاثنين. فاضل بقى تعالى نفاضل مع بعض. ايه باور ان زي ما هي؟ ساين تبقى ايه؟ كوزاين وتكتب نفس الزاويه مالكش دعوه بيها. طب بعد ما خليت ساين كوزاين بفاضل ايه؟ فاضل الزاويه فاضل الانجل. الاي اكس زي الست اكس المفروض ايه؟ البي لان بقى على الاثنين يعني لان متغير بس انا بفاضل بالنسبه لمين؟ اي حاجه ما فيهاش اكس تبقى بزيرو. طيب ايه باور واحد في ايه باور ان؟ جيب لي ايه باور ان زائد واحد. الكوزاين دي انا مش عايز اوصل لها، ده انا عايز اوصل لحاجه فيها ساين. مش مشكله اكتبها ساين روح زود 90 او باي على الاثنين على الزاويه بتاعتك. تكتشف بقى ان ده هو هو ده. كانك ايه؟ كانك ضغطت باي على الاثنين مره في الان مره في الواحد وجابت لك ده فعلا طلعت زي رايت هاند سايد. فانا بدات بالليفت هاند سايد اللي هو كان مشتق رقم ان زائد واحد وصلت الرايت هاند سايد اقول له ايه ده العلاقه الصحيحه عندي ان بلس 1. عشان كده يقول لك ايه بقى مساله التفاضل دي في الاساس بتفاضل مين؟ بتفاضل الجبر. في المطلوب بتفاضل مين؟ بتفاضل الفرد. بس يعني من الاخر عمليه تفاضل يعني ان انا اعرف افاضل كويس. نعم هو حضرتك بتقول ان احنا هنزود 90 طب ما احنا زودنا 90 احنا ما نضمنش الساين او الكوزاين تبقى نيجاتيف اور بوزيتيف. لو هي الساين بقت نيجاتيف يبقى الكوزاين اصلا كانت نيجاتيف. مثلا كوزاين 60 وساين 150 هكذا زاوية 90 دي بكام؟ ودي بكام؟ نص يعني موجب زي بعض. طيب عشان دي تبقى سالب لازم تبقى في ربع كام؟ تالت. يعني مثلا ساين 210 مثلا 210 دي رقم 240 تمام؟ ده مقابل الكوزاين كام؟ مش 190 150 احسب كوزاين 150 زي النيجاتيف هتلاقي كمان النيجاتيف زي الاربع تظبط مالكش دعوه هي تظبط لوحدها. طيب اهم حاجه بعد القاعده اللي فوق دي قاعده جنرال ما بتحطلكش شرط على السيتا قلت لك السبب الكلام ده فور ايه زيتا يبقى هي دي مسائل التفاضل عاده بس مش دايما طبعا ممكن تلاقي جالك في الترم عادي بس عاده تيجي في الفاينل دي عشان تبقى خد انواع مشتقات كتير بعد بعد الساين دي حط لك اي حاجه وعايزها لين لوج اكسبوننشال هي الحاجات بقى اللي اتعلمها في الباب الرابع زي التفاضل باب رابع التفاضل. خلاص مين عايز يسال حاجه دي يا جماعه؟ تمام النوع الاخير نوع اسمه مسائل اساسين وفرضين. مسائل اساسين وفرضين دي عباره عن ايه بقى؟ عشان نفهم يعني ايه مسائل اساسين وفرضين تعال نشوف مجموعة الارقام دي. مين يقول لي الرقم اللي جاي في الارقام دي كام؟ ايه الرقم اللي جاي؟ 21 21 21 صح؟ اللي قال 21 ده قالها ليه؟ عشان اكتشف ان كل رقم هو عباره عن مجموع الاثنين اللي قبله صح؟ 2 1 يجمعوا يبقوا 3 3 و2 يجمعوا يبقوا 5 18 و3 يجمعوا يبقوا 21 هي دي مسائل اساسيه وفرضيه.
ايه بقى مسألة سين فور بي فور دي؟ ان انت لو كل ترم بيعتمد على ترمين من قبله يبقى انت محتاج اساسين وفور دي. فاكرين موضوع العماره اللي قلناه في اول سيكشن ده؟ تخيل بقى لو انت ما بتعرفش تبني غير مستخدم اساسات دورين تحتيه. يبقى انت عشان تبني الدور لازم تبني اولا دور اول وثاني. بعد ما تبنيهم الاثنين مع بعض يساعدوك تبني الثاني. والثاني والثالث مع بعض يساعدوك تبني الرابع وهكذا. فهو ده اللي حاصل هنا. الواحد والاثنين مع بعض يجيبوا لك ثلاثه. الثلاثه مع اللي قبلها بيجيب لك خمسه. خمسه مع يعني كل ترم بيعتمد على كام قبليه؟ على حاجتين مش حاجه واحده. صح؟ فعشان كده ما ينفعش اقول لك خلاص مش انت فهمت ان كل ترم مجموع الاثنين اللي قبله هخبي عليك كل حاجه بقى وابدا من واحد يلا اشتغل. ازاي اشتغل بواحد بس؟ تدوي كل ترم مجموع ترمين لازم تديني ترمين ابدا بيه. عشان كده لازم تديني اساسين ابدا بيه. فعشان كده لو لقيت ترم معتمد على اثنين قبله يبقى لازم اعمل اساسين. لازم ابدا اولا اقول لك طب واحد واثنين اهو اشتغل. كده ماشي. طب خلاص انت فهمت يا باشا ازاي؟ طب انا خدت عليك كل حاجه بقى قول لي الرقم اللي جاي كام؟ ما ينفعش. ما ينفعش اطلب منك حاجه وانا فرض لك حاجه واحده. لازم عشان تعمل مطلوب لازم اسيب لك كام فرض؟ فرضين. فعشان كده لو لقيت الترم بيعتمد على اثنين قبليه لازم تعمل اساسين في الاول وتعمل فرضين عشان تثبت المطلوب بتاعك. ايه دي الفكره؟ طب انا افهم منين بقى ان كل ترم بيعتمد على ترمين قبليه؟ لان المساله بتاعت الشيت. مساله الشيت بيقول لك ايه؟ اثبت ان في ان تساوي كوزاين ان كوزاين انفرس اكس اذا كانت تي نود تساوي واحد وتي واحد تساوي اكس وتي ان بلس 1 تساوي 2 اكس تي ان ماينس تي ان ماينس 1. دي اخر مساله في الشيت عندنا. ده بيقفل ولا ماشي. ايه المساله دي؟ افهم منين دي مساله قسين وفرضين الجمله دي؟ اول شوف الجمله دي ان الحاجه اللي عند ان زائد واحد تعتمد على الحاجه اللي عند ان وعند ان ناقص واحد. وانا كده ايه عند ان بلس 1 اعتمد على ايه؟ اللي قبلها اللي هي الان واللي قبل اللي قبلها اللي هي الان ماينس 1. خلاص دي مسألة قسين وفرضين على طول. طب القسين عند كام؟ امال القسين عند كام؟ معرفش، أنا متعود لما في أساس واحد كنا نحط إن بواحد، صح؟ طب لو في أساسين أحط إن بكام وكام بقى؟ يبقى لازم يغششها لك يعني هنا هو مديك تي نود وتي 1، هو قصده تعمل الأساسين عند 0 وعند 1. بس جه قال له إيه؟ بدل تي نود وتي 1، قال له طب تي 1 بكذا وتي 2 بكذا. يبقى ساعتها يبقى الأساسين عند كام وكام؟ عند 1 و 0. طيب أول حاجة الأساس ده أنا بنقله. بنقله إزاي؟ أشوف هو مديه إيه وأشتغل بيه. فالاساس هبدا اول حاجه اقول له خلاص انا هشتغل عند ان بزيرو وعند ان بواحد. فهمت الكلام ده منين؟ فهمت الكلام ده من تي نود وتي 1 الجبن. فانا هشتغل بيه عشان اثبت ايه؟ هو فين الحاجه اللي اثبتها اصلا؟ هي دي. انا اثبت ان البتاعه دي صح؟ لو ده صح وده صح وده صح. يبقى كل الثلاثه تحت دول جبن. طب هما دول الطرفين اللي انا هقعد فيهم. احط ان بزيرو ونجيب خط الرايت هاند سايد والليفت هاند سايد. الرايت هاند سايد الاول هيبقى اسمه ايه؟ كوزاين زيرو في اي حاجه؟ زيرو. كوزاين زيرو الكالكيوتر تدي 1. طب الليفت هاند سايد اسمه تي ان يبقى نعملها تي نود. هحط الان في زيرو تي زيرو او تي نود ساعات تاني دي تي نود. تي زيرو تي زيرو دي بكام؟ هو لازم يقولها لي بقى. لان الطرفين دول انا اعرف احسب في ده لكن ده ما اعرفش اتحرك فيه. لازم اي معلومه عندها يديها لي هو. طيب فبالتالي دي 1 فعلا. يبقى انا اثبتت خلاص الاساس الاول. يبقى انا كده بقى عندي حاجه ابدا بيها. اثبتت الاساس الاول كاني اديتك الرقم ده. لسه عايز اساس كمان يعني عايز اديك زي الرقم ده كمان. طيب يبقى عندي ان بواحد. هنروح نجيب تانت رايت هاند سايد وليفت هاند سايد. نجيب تاني رايت وليفت برضو بس عند ان بواحد. رايت هاند سايد نحط ان بواحد. ركز بقى معايا عشان في حته كده عايزين نتعلمها اللي هي الكوزاين انفرس دي. نحط ان بواحد هيبقى واحد في كوزاين ماينس باور ماينس 1 تيش باور. اسمها كوزاين انفرس ما تيش باور. اقول لك ليه دلوقتي. تبقى اسمها كوزاين انفرس اكس. كوزاين انفرس اكس
كوزاين انفرس دي احنا هناخدها كويس في التفاضل بعد كده، بس مؤقتا خليك عارف ان كوزاين انفرس اكس دي مش واحد على كوزاين اكس، ما ينفعش تعملها واحد، ده مش باور، مش زي مثلا 3 باور سالب 1 واحد على 3، لا. عشان كده حتى ما نقراش كوزاين باور سالب 1 ابدا، نقراها كوزاين انفرس او كوزاين ماينس 1، ده مش باور. يعني فيها شيفت كوزاين. ايوه دي معناها شيفت كوزاين، انما دي معناها واحد على كوزاين. دي بالكالكليتر شيفت كوزاين. فبالتالي لما تيجي تعمل بالكالكليتر شيفت كوزاين نص، ده كاني بسال نفسي ايه الزاويه اللي الكوزاين بتاعها نص، صح كده؟ تلاقيها تطلع كام؟ 60 60. طب افرض قلت لك طب الزاويه اللي انت طلعتها دي بقى اعمل لها كوزاين نص، يبقى معنى كده لما تيجي تعمل شيفت كوزاين ويطلع لك حاجه تعمل لها كوزاين تاني كانك ما عملتش حاجه، صح؟ عشان كده لك الكوزاين جواها كوزاين انفرس يكنسلوا بعض، والعكس صحيح، لو كوزاين انفرس بره وكوزاين هي اللي جوه يكنسلوا بعض. ما انت تخيل دلوقتي ان انت عملت على الكالكليتر كوزاين 60 تطلع لك الكالكليتر كام؟ نص. تقول لو شيفت كوزاين انسل رجع لك تاني 60، صح؟ فبالتالي لو انت عملت شيفت كوزاين مع كوزاين يبقى انت كده ما عملتش حاجه. بس خلي بالك دول مش مضروبين، ده مش ضرب، ده كوزاين جواها كوزاين انفرس جواهم نص، دي حاجات جوا بعض. لكن لو عايز اضربهم كان يبقى اسمها كوزاين انفرس اكس مضروبه في كوزاين مش عارف ايه. لكن ده مش ضرب، ده فانكشنز جوه بعضها. فيبقى اللي انا اتعلمت دلوقتي ان كوزاين وكوزاين انفرس بيشيلوا بعض، يبقى بالتالي لما يبقى عندي حاجه اسمها كوزاين كوزاين انفرس اكس كده اللي هي كام؟ اكس. طيب الليفت هاند سايد احط الانف واحد تي 1، تي 1 هو لازم يبقى لي الالي الكام؟ فانا لو نسيت حتى لازم دي تبقى زي دي هتبان، واللي استخدمته هنا اخليه في دماغي لان احتمال كبير احتاجه في المطلوب. احتمال كبير احتاج موضوع ان الاكس هي يا كوزاين كوزاين انفرس اكس. خلاص اي حاجه بستخدمها حتى الفرد الاساس ممكن يفكرني بحاجه لان لازم يطلع زي بعض. افضل بقى في دماغي الحاجه دي لان ممكن نحتاجها تاني. طيب ده الاساس عندي طلع اساسين مش اساس واحد، ونفس الكلام الفرد عندي هيبقى فردين مش فرد واحد، دول بقى ما فيهمش تغيير، ده دايما الفردين بتوعي دول عند ان وعند ان ماينس 1. ليه؟ عشان دايما بثبت عند ان زائد 1، دايما مطلوب عند ان بلس 1. فبالتالي عشان اثبت عند ان بلس 1 محتاج افرض كام حاجه قبلها؟ اثنين اللي هم مين اللي قبل ان بلس 1؟ ان وان ماينس 1، فدي ما بتتغيرش لان المطلوب ما بيتغيرش طول عمره عند ان بلس 1، فبالتالي دول ما بيتغيروش. يعني دلوقتي لما نيجي نعمل المطلوب مع بعض هتلاقيه في المطلوب بقول لك عادي بقى خالص اسمها مساله اسمها مسائل اساسين وفرضين، مش اساسين وفرضين مطلوبين، هو غير المطلوب واحد. فهنشيل ان في ان بلس 1 يبقى نلخص هنا ايه؟ هل في ان بلس 1 تساوي كوزاين ان بلس 1 كوزاين انفرس اكس؟ يبقى ده السؤال ده بقى. هو ده اللي احنا عايزين نثبته. فعشان اثبت ده محتاج فرضين قبليه، يعني دي مساله اساسين وفرضين، فقبل ال n بلس 1 امال n وال n ماينس 1، فالثلاثه دول ما بيتغيروش. دايما الفرد n وال n ماينس 1 مطلوب n بلس 1. ايه اللي بيتغير؟ الاساس زي كل مره، المسائل اللي فاتت كلها دايما الفرد n والاساس n بلس 1 والمطلوب n بلس 1. الاساس هو اللي كان مره يبقى 1، مره يبقى 5، مره يبقى 7، مره صح؟ نفس الكلام الاساس بس اللي بيتغير. وبيتغير ازاي؟ من ال n ومن الاتحاد اللي هو بيديها لي. اوكي؟ طيب. اللي عند n بقى العلاقه اسمها ايه؟ تي ان تساوي كوزاين ان كوزاين انفرس، خلاص دي اقدر استخدمها. عند ان ماينس 1 تبقى اسمها ان تي ان ماينس 1 اسمها كوزاين ان ماينس 1 في كوزاين انفرس. عند ان ماينس 1 يعني شيل ان بان ماينس 1. اصبح اللي بالازرق ده جبل والاسود ده هو المطلوب. طيب عشان نثبت المطلوب ده دايما ببدا بالبتاع دي. ليه؟ لان انا دايما اي حاجه ما اعرفهاش ابدا بيها عشان اشيلها. فانا هبدا بالتي ان بلس 1 دي عشان انا مش عارف اوصل لها. لازم اتخلص منها تي ان بلس 1. طب تي ان بلس 1 دي اتخلص منها ازاي؟ معرفش. فعشان كده كان لازم يكون مديني الجيفن ده. هتلاقي هو الجيفن ده اصلا اللي خلاني احل اقسمه فردين اساسا. لازم يديني الجيفن ده ان 2 اكس تي ان ماينس تي ان ماينس 1. طب بعد كده اعمل ايه؟ اشيل بقى التي ان والتي ان ماينس 1 دول الفرد بتاعي. واقعد ابسط لغايه ما اوصل ده رايت هاند سايد. تعالى واحدة واحدة 2 اكس تي ان اسمها ايه؟ اسمها كوزاين ان كوزاين انفرس ماينس تي ان ماينس 1 اسمها كوزاين ان كوزاين انفرس ماينس كوزاين انفرس.
انا بسطها بالمره يعني تي ان ماينس 1 انا بستخدمها ضربت الكوزين انفرس مره في الان ومره في الواحد تمام. طيب عايزين بقى نبسط في ده شويه. فاكرين المره اللي فاتت لما قلت لك لو في ساين جواها حاجتين بلس بعض او ماينس بعض ونفكهم؟ مش خدنا احنا الموضوع ده ساعه ما قعدنا نعمل اتفاقات كده ساعه المساله بتاعت الانيكواليتي الغريبه دي؟ طب نفس الكلام لو الكوزين جواها حاجات بلس بعض او ماينس بعض بنعرف نفكها. طب قانون مختلف بقى. القانون بيقول لك ايه؟ القانون بيقول لك لو عندك كوزين A زائد او ناقص B هندسه كان انها الكوزين الاولى والكوزين الثانيه لو جمع يبقى طرح ولو طرح يبقى جمع يعني عكس الساين عكس الاشاره يعني ساين A ساين B. فبالتالي استخدم القانون ده هنا هيبقى عندي 2 اكس كوزين ان كوزين انفرس ماينس تعالى بقى نفك ده. ده عشان يتفك هنطبق القانون اللي تحت ده. القانون بيقول لك ايه؟ اعمل لي كوزين الاولى يعني كوزين ان كوزين انفرس كوزين الثانيه ماينس يبقى بلس ساين الاولى ساين الثانيه. حد عنده اعتراض احنا نفذنا القانون ازاي؟ طيب مين في دول ينفع يتبسط؟ مين من الاربع حاجات دول ينفع نبسطها؟ كوزين كوزين انفرس دول اللي بيشيلوا بعض. طب يطلع لنا ايه بقى؟ يطلع لنا 2x كوزين ان كوزين انفرس. اضرب الماينس ده في القوس وشيل القوس بقى. يبقى عندك ماينس في بعض يبقى ماينس كوزين كوزين انفرس على بعض بقت اكس كوزين ان كوزين انفرس اسمها كوزين ان كوزين انفرس. تاني ماينس في بلس بقت ماينس وساين وساين اكتبوا بقى زي ما هم دول مالهمش صرف. صح كده؟ دايما بس انا ما بضربهاش. انت قصدك الكوزاين في دي والكوزاين في دي؟ ما تسمهاش ضرب، اسمها كوزاين اوف كذا. ان الزاوية هي اللي جوه الكوزاين. ده ما اسمهاش ضرب ده. الضرب يبقى لازم كوزاين بزاويتها حاجة بزاويتها. ليه ما عملناش ايه؟ دي؟ زي الثانية يعني دي كوزاين وكوزاين ماينس 1 بيشيلوا بعض؟ عشان احنا لسه قايلين احنا في حاجه عملناها بالفرض في الاساس ان احنا متعلمينها قلنا كوزاين كوزاين انفرس بيبقوا تاثير بعض. انك عملت شيفت كوزاين مع كوزاين. طب هنا ليه ما عملتش؟ عشان في ان ما بينهم لازم يلازمين في بعض. يعني انت لو عملت شيفت كوزاين نص والنتيجه ضربتيها في حاجه وبعد كده عملت كوزاين مش هيطلع لك النص تاني بقى خلاص. لازم تعمل شيفت كوزاين وراها كوزاين على طول. ما ينفعش تحط حاجه في النص هنا يعني. فهمت كده؟ بس ايه هو اللي مش ضرب؟ يعني انا بقول كوزاين اوف كوزاين انفرس ده مش معناه انا ضربت الكوزاين في الكوزاين ده مش ضرب ده. الكوزاين لو عايز اضربها بحاجه لازم كوزاين بزاويتها على بعضها كده بتضرب في حاجه. يعني دي فرق من اقول لك جذر اكس يعني في حاجه يعني هل احنا بنقرا دي كده؟ جذر مضروب في اكس ولا بنقراها ازاي؟ بس نفس الكلام نفس الكلام في كوزاين. انا لما اقول كوزاين اكس اسمها كوزاين مضروب في اكس ولا اسمها كوزاين اكس؟ مالك بقى كوزاين جواها كوزاين انفرس اشمعنى دي بقى اللي بقت مضروبه؟ ادي برضه كوزاين جواها كوزاين انفرس هي نفس الكلام؟ طيب حاجه تتبسط تاني هنا يا جماعه ولا الدنيا كبرت على الفاضي ولا ايه؟ في حاجه ممكن نعملها؟ اه في بص انت عندك هنا اتنين من حاجه ماينس نفس الحاجه دي نفسها بالظبط صح؟ بقى لي كام منهم؟ بقى لي منها واحده بس 2 كذا ماينس كذا يبقى من واحده بس اللي هي اكس كوزاين ان كوزاين انفرس اكس. انما الباقي ده زي ما هو ماينس ساين ان كوزاين انفرس اكس وساين كوزاين انفرس اكس. الليفت هاند سايد وصل معايا كده اللي هو زي الرايت هاند سايد صح؟ هو زيه فعلا هو دلوقتي زيه بس مش باين. عايزين نبينها بقى ان هما زي بعض. بس انا شايف هل في تبسيط تاني اعرف اعمله هنا؟ في تبسيط تاني اعمله تاني؟ خلاص سيبه بقى. خلاص مفيش تبسيط تاني وقف خلاص. بس انا ما وصلتش للرايت هاند سايد. خلاص هات الرايت هاند سايد وهات وين؟ وصله لده. فتعالى امسك بقى الرايت هاند سايد. خلاص مش نافع انا اوصل للرايت هاند سايد.
هو ينفع بس يعني هنقعد نعك شويه. فلو عايز اقف هنا اوقف وامسك الرايت هاند سايد، الرايت هاند سايد بتاعي اسمه ايه؟ اسمه كوزاين ان بلس 1 في كوزاين انفرس. طب ما انا الكوزاين انفرس دي ممكن اضربها في الان واضربها في ال1، ساعتها يبقى الرايت هاند سايد اسمه ايه؟ كوزاين ان كوزاين انفرس بلس كوزاين انفرس. اصبح زاويتين مجموعين على بعض جوه الكوزاين. مش ينفع نعمل لها القانون بتاع دي؟ انا خلاص دي تتفك انها الكوزاين الاولى كوزاين الثانيه البلاس يبقى ماينس ساين الاولى ساين الثانيه. جميل. ايه اللي بعمله ايه بس؟ بس هي نفسه شو انا عملت دي كوزاين حاجه ماينس حاجه، قلت كوزاين كوزاين ماينس بلس كوزاين ساين مش نفس الكلام بقى، كوزاين حاجه بلس حاجه تبقى كوزاين كوزاين بلس تبقى ماينس كوزاين ساين. طب ما في كوزاين في كوزاين فين؟ مش فاهم. مش مضروبه يا جدعان. ليه دي؟ يمين ثلاثه والله ما مضروبه. العظيم كوزاين دي على بعضها الزاويه مش مضروب. انا عارف اصل الزاويه في قوس كده ده شكله غريب لان الزاويه بتمشي فيها كده طول عمرها 30 ولا بتاع، فانا عارف ان الصدمه كبيره عليكم شويه. مش زاويه مش مش ضرب، دي زاويه بتاعت الكوزاين على بعضها كده دي الزاويه. يعني كل ده الزاويه بقى. ايوه. فمفيش حاجه يعني مفيش حاجه اسمها موزع دي على دي، مش حاجه اسمها كده. انا عشان افكها لازم اعمل دي. اوكي؟ طيب كوزاين وكوزاين انفرس يعملوا ايه في بعض؟ هيطلع لك اكس اللي هي دي وكوزاين ان كوزاين انفرس ماينس ساين ان كوزاين انفرس ساين كوزاين انفرس. ايه رايك؟ خلاص هي اللي بتاعت الرايس كل سهوله. كان في حد تاني طبعا، كان في حد تاني طبعا يعني اللي ممكن يلقطه بقى انا بقوله كده يلقطه، اللي ما ضبطوش مش فارق ان الاكس دي تقولي شيلها وحط مكانها اللي انت قلته فوق هنا كوزاين كوزاين انفرس، ساعتها يبقى عنده كوزاين كوزاين ماينس ساين ساين، طلع له كوزاين الاديشن بتاعهم ومنها تجيب دي. طب انا ما جاتش في بالي اني اشيل الاكس واحط كوزاين كوزاين انفرس، خلاص مش فارقه ما تزعلش نفسك. انا وقف دي وامسك الرايت هاند سايد واقعد عك فيه بقى لغايه ما يوصل للي انت وقفت عنده. في اي مساله ينفع تعمل كده؟ لو انت ما عرفتش توصل من الليفت للرايت خلاص وقف وامسك الرايت فوق هو كمان، لازم هما الاثنين يوصلوا لنفس المكان. فهمنا؟ هي بس شكلها يدوخ شويه لكن هي سهله. يعني انت لو سميت ان كوزاين انفرس اكس دي سميتها مثلا واي وكوزاين انفرس سميتها زد واشتغلت هيطلع معاك سهل، بس انا سايبه اسمهم كوزاين انفرس كده عشان الاقي كوزاين وكوزاين اشيلهم بس. بس ما نتلخبطش ما ننساش يعني الموضوع ده. وضحت؟ دي جت فاينل، دي مسألة فاينل يعني جت فاينل السنة اللي قبل اللي فاتت، بس أقول لك الاختلاف الوحيد بس إن بدل ما يقول لي تي 0 وتي 1 قال لي تي 1 وتي 2. ساعتها كل ده زي ما هو، الاختلاف بس كان يبقى فين؟ تعمل دي ودي بقى تغيرها تحط مكانها دي. وضحت؟ لا الجامعة السامية هذا السايب وكوزاين في السيريز ملغي. بس ما سمعتش كلمة السيريز. عشان كده اللي ملغي 11 و12 في الجي واخر واحدة خالص في الهوم ورك اللي هي واجبة بي. اتفضل يا جماعة. خلاص كده يا جماعة؟ عايز ايه؟ مين عايز ايه؟ Thank you.
لو زي واحد فينا هتصرف ازاي؟ لا يا جماعه مساله الفاينل بتاعت اللاب اللي فات سنه اللي فات دي بتسالني بتقول لي لو اداني تي 1 وتي 2 كان يعني هشتغل الاساس ازاي؟ ما كانش هينفع. يعني عندها حق شويه يعني بس هو مش هينفع الله تبقى صعبه. هم اداله تي 2 طبعا ما ادالوش 1 برضه ما تي 2 دي حاجه مختلفه. اداله تي 2 كده. فتي 1 هي هي تي 2 بقى لما نيجي نعملها هتلاقي ايه؟ رايت هاند سايد اسمه كوزاين كوزاين كده. رايت هاند سايد يا اخوانا هنحط الاثنين ان ب 2 هنا. هيبقى اسمه كوزاين ايه؟ 2 كوزاين انفرس اكس. فهي بقى سؤالها اللي انا متهيألي يعني هتسال على كده بتقول لك مش عارف تشيل كوزاين مع كوزاين انفرس. صح؟ مش نافع دلوقتي انت كوزاين عشان تشيل مع كوزاين انفرس ما يبقاش ما بينهم حاجه. هعمل ايه بقى ساعتها؟ في قانون بقى ساعتها هتستخدمه بيقول لك ان كوزاين 2 سيتا هي 2 كوزاين تربيع سيتا ماينس 1. ايه بقى الهدف من القانون ده؟ الهدف من القانون ده لو كوزاين جنبيها 2 عايز اخلص منها القانون ده بيخلي الكوزاين جنبيها السيتا على طول. انا اطبق القانون ده بس استخدام السيتا عندي اسمها كوزاين انفرس اكس. تعالى نطبق القانون ده مع السيتا هي كوزاين انفرس. ما انت لما بتعمل شيفت كوزاين فعلا بتديك سيتا بتديك زاويه. صح؟ فتعالى نعمل القانون ده هنا بقى يطلع لك ايه؟ اعتبر دي كده على بعضها دي كانها سيتا فكوزاين 2 سيتا القانون بيقول لك هيبقى اسمه ايه؟ 2 كوزاين سكوير سيتا اللي هي ساين كوزاين انفرس اكس ماينس 1. طيب الكوزاين سكوير دي قصدنا بيها ايه؟ قصدنا بعد ما تحسب الكوزاين وعملها سكوير. انت بتقول كوزاين سكوير 30 مش معناها السكوير ده معناه ان بعد ما تحسب كوزاين 30 اعملها سكوير. بس بقت كوزاين كوزاين هيعمل شالوا بعض بقت 2 اكس سكوير ماينس 1 اللي هي هي تي 1 تي 2 ولا في السؤال ده؟ ساعتها لازم نطبق القانون ده الاول. يعني مش هتبقى كوزاين كوزاين هي مش سهله بس كده. لكن بقيه الحل كله هو برضه المطلوب منه مش معتمدين على البدايه. باشمهندس عبد العزيز لكل مساله قد ايه وقت في الامتحان؟ حسب المساله. 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 حسب Thank you.
المسلسلات بقى كان في حته كده وقعناها عايزين نعملها عشان نبدا بذات الحدين بقى. الحته اللي كنا وقعناها هي لو المتسلسله اللي مديهاني او السيريز اللي مديهاني في المساله ما فيهاش اخر ترم ده. كان في مساله احنا سايبينها ما عملناهاش اللي هي المساله دي مش مديني الترم ده كده، فده لازم استنتجه قبل ما احل. ليه؟ لان الترم ده هو اللي احط فيه ان ب1 وهو ده اللي احط فيه ان بان بلس 1 وهو اللي ارجع بيه بعمل كل حاجه. ده اساس المساله. فعايزين نتعلم بقى ازاي نستنتج الحد العام بتاع اي مساله. طيب الحد العام دايما المسائل اللي بجيبها لك بتبقى ماشيه بفرق ثابت الارقام، يعني مثلا الارقام دي ماشيه 1 3 5 7 بتزيد بفرق كام؟ فرق 2. 1 3 5 7 بتزيد بفرق 2. فدي بيسموها اريزمتك سيكونس او متتابعه حسابيه. دايما بتزيد بفرق ثابت. ليه؟ عشان تعرف تستخدم القانون ده. بيقول لك اي متتابعه حسابيه اي اريزمتك سيكونس الحد العام او الجنرال تيرم بتاعها هو بيبقى عباره عن a بلس n ماينس 1 في d. وايه ده اللي بيبقى اول رقم عندك من الارقام بتاعتك ودي ده اللي بيبقى الفرق بين الارقام. يعني مثلا لو عندك ارقام ماشيه كده 8 12 16 وهكذا. فحدها العام كام؟ اول رقم خالص فيهم كام؟ 8 زائد n ناقص 1 الفرق فرق 12 ناقص بيزيد دايما ب 4. ب 4. لو بيقلوا ب 4 تساوي ماينس 4. تقعد تبسط يبقى 8 بلس 4 في n 4 في سالب 1 يبقى اسمه 4 n بلس 4. ده كده جنرال تيرم. يعني ايه جنرال تيرم؟ يعني البتاعه دي لما تحط فيها ال n ب 1 تديك 8، n ب 2 تديك 12 وهكذا. فانت الفكره بقى ان انت تبتدي تقسم مسالتك لارقام ماشيه فرق ثابت. يعني ايه؟ يعني المساله اللي عندي فوق دي في عندها نيوميريتور في بسط ماشي 8 12 16 ده ماشي فرق ثابت. في عندي 3 تبقى 5 تبقى 7 عشان فرق ثابت. في 5 تبقى 7 تبقى 9 عشان فرق ثابت. طب مش عرفني دي 3 ب 5 و5 مش 3 ونص و5 و7 من 10؟ هو مفيش حاجه اسمها 3 ونص و5 من 10 في حاجه رياضه كلها اعداد طبيعيه. مفيش بقى الارقام العشريه دي خالص. تمام؟ 3 في 5 و5 في 7 لان علامه الضرب والعلامه العشريه شبه بعض عندنا. خلاص؟ بس صدفه ان هي ماشيه انا السكشن اللي فاتت كمان مش ماشيه في فرق ثابت لكن انت لو اعتبرتها 3 ونص 5 و7 10 7 و9 10 هي ماشيه في فرق ثابت 2 و2 10. فدي صدفه يعني هي حتى لو اعتبرتها علامه عشريه كمان فرق ثابت. يعني الدوت دي باي مش الدوت دي ضرب مش علامه عشريه. طيب احنا خلاص 8 12 16 دي طلعنا لها حد عام صح؟ هو الحد العام بتاع المساله دي هيبقى عامل ازاي؟ جنرال تيرم هيبقى عباره عن حاجه على حاجه. ليه؟ لان المسائل الترمات كلها ماشيه فراكشن فراكشن كلها ماشيه فوق وفوق وتحت. وفوق دايما في رقم واحد انما تحت في رقمين مضروبين في بعض صح؟ تحت دايما في 3 في 5 5 في 7 دايما في حاجتين مضروبين في بعض. طيب اللي فوق ده نستنتج له حد عام لوحده واللي تحت لوحده واللي جنبيه لوحده. يعني 8 12 16 دي تحلها بره لوحدها كده زي ما انا عملت. ومطلع 4 ان زائد 4. طب هو في حركه اسهل شويه من ان انا اقعد اعمل الكلام ده، اصل الكلام ده ملوش درجات في الامتحان يعني انك تسلك الحد العام نفسه ده ده المفروض تطلعه في ثانيه. في طريقه اسهل بدل a و d و n ماينس 1 والعك ده، في طريقه اسهل. طريقه تقول لك ايه بقى؟ 8 12 16 دول بيزيدوا بكام؟ دول كاتب اول حاجه 4 n بس. عوض عن n بواحد هنا تديك كام؟ 4. وهي المفروض n بواحد تديك كام؟ يبقى فاضل لك 4 تزودهم. يعني بص 3 5 7 بيزيدوا بكام؟ 2 بس بقى 2 ان. طب لو حطيت ان في 1 تدي هنا 2 وهي المفروض تدي كام؟ بحطها 1. 5 7 9 بيزيدوا ب 2 يبقى 2 ان. لو حطيت ان في 1 تدي 2 واول حاجه المفروض تيجي 5 عشان ننجز يعني لما نقعد نعمل ايه ونجيب كام فاضي. طلعنا الحد العام. خلاص؟ في مشكله بقى في الحد العام. احطه هنا بالموجب ولا بالسالب؟ احطه بلس ولا ماينس؟ لو كله بلس يبقى هو بلس، لو كله ماينس يبقى هو ماينس. المشكله بقى لو شويه ماينس وشويه بلس. احفظك حاجه وبعد كده افهمها لك اللي انتوا بتقولوها دي. عند تغير الاشاره، يعني لما تلاقي الاشاره ماشيه كل شويه بتتغير. بنضرب الحد العام بالمالتيبلاي جنرال تيرم ده بحاجه. في ايه بقى؟ حاجه من اثنين. يا اما نيجاتيف 1 باور ان، يا اما نيجاتيف 1 باور ان بلس 1. مش مزاجك طبعا، نيجاتيف 1 باور ان لو البداية لو البداية بالنيجاتيف. ودي لو البداية بالبازل. طيب أنا شايف هنا يبقى الأول عشان نحفظ دي بس،
امتى اعمل الكلام ده؟ لما تلاقي الاشاره ماشيه بتتغير، دي حاجه. طب اعمل الكلام ده فين؟ تضربه في الحد العامي، هتحطه مضروب في الجنرال تيرمال. طيب احط ده ولا ده؟ حسب، لو بدا بلس الاول يبقى تحط دي، لو بدا ماينس بلس ماينس بلس يبقى تحط دي. جميل. يبقى الحد العام هنا فاضل له ايه لسه؟ فاضل له دي ماينس 1 باور ان بلس 5. طب اكتبه ازاي بقى؟ اروح اشيل كلمه اب تو ان تيرمز دي ونكتب كده نقط بلس ماينس 1 باور ان بلس 1 4 ان زائد 4 على 2 ان زائد 1 في 2 ان زائد 3. طب انت ليه حطيت بلس؟ لان خلاص اصبح المسؤول عن الاشاره هو مين؟ هو الحته دي. لو دي ماينس تخلي دي غصبا عنها ماينس، لو دي بلس تسيبها زي ما هي بلس. فالموجب ده بس مجرد ان انا بقول له ايه؟ بقول له ان هو هيتضاف عليه، هيتضاف بقى بالبلس ولا بالماينس؟ الحته بتاعت نيجاتيف 1 باور ان بلس 1. طب ليه بقى معنى الكلام ده ايه؟ اصل نيجاتيف 1 باور ان لما ال ان ب 1 يديك كام ده؟ ففعلا يوم جايب لك ساعتها اول ترم بالنيجاتيف. طب لما ال ان ب 2 يعني تاني ترم؟ لما جايب لك دي بالبوزيتيف وهكذا. ففعلا عند ان ب 1 تبدا بماينس، كل ما تزود ال ان واحده تلاقي الايفن بيبقى اود ودود يبين، كل شويه الاشاره تقل. لما بدات في ان بلس 1 لما تحط ان ب 1 يبدا اول حاجه ماينس 1 سكوير. هيبدا الاول بوزيتيف وبعد كده يبدا يتغير. بس دي الفكره. هو مش هيطلب حاجه فيها جيومتريك سيكونس، اه بس الجيومتريك سيكونس الجنرال تيرم بتاعها ايه؟ ار باور ان ماينس 1. ليه ده برضه اول رقم؟ والار ده هي ريشيو او النسبه ما بين رقمين متساويين. يعني لو ماتش 2 4 8 يبقى ليه ب 2؟ وريشيو برضه بلاش دي عشان ريشيو برضه ب 2، خليها مثلا ايه؟ 3 6 12 يبقى ليه 3؟ وريشيو 2 6 على 3 ب 2، 12 على 6 ب 2 وهكذا. ده بيقول لي لو متابعه هندسيه او جيومتريك سيكونس. بس هي ما بتجيش متابعه هندسيه، بتيجي متابعه حسابيه بس. عشان يبقى مستريح نفسيا يعني. طيب في حاجه كنت عايز اقولها مهمه اهم من دي. ها؟ مين؟ ثانية جيومتريك سيكونس، ثانية اريزمتريك سيكونس. اه. اهي. 2N؟ ما انت لو حطيت N بواحد يجيب لك كام؟ 2. المفروض ان واحد يجيب لك 8 زي 2n دي. لا لازم ال n دي هي ترتيب الحد. هو لو كان الفرق بينهم مش ثابت. يبقى مش لازم تبقى جيومتري، ساعتها ما ينفعش يجيب لها حد عام. ما ينفعش خالص. في حاجه بس مهمه في الحد العام، ان ساعات يجيب لك ايه؟ 8 باور 2 12 باور 2 16 باور 2. خلاص تركب من باور 2 دي وهات 8 16 مش عارف ايه، في الاخر الجنرال تيرم هنعمل عليه باور 2. ها؟ عشان فيها سبب نورمال كده. ماشي اه فرق ثابت، بس البيز هو اللي ماشي فرق ثابت، وكلهم عليهم باور 2. فحلها وفي الاخر حط باور 2. طيب الفكره اللي كنت عايز اقولها بقى، تخيل دلوقتي ان ده المطلوب، وعايز ارجع لورا زي ما بعمل في المتسلسلات. اما ارجع لورا ارجع ازاي؟ يعني الترم اللي قبل ده اجيبه ازاي؟ 4 هنا زائد 4 نقص منه قد ايه؟ 4 عشان بيزيد ب 4. طب والاثنين دول بيزيدوا ب 2، يبقى دي نقص منها 2 ونقص منها 2، ده مش مشكله. فبتكلم عشان دي. الاشاره ارجع بيها ازاي؟ البلس هترجع بلس برضه. بس هنغير الباور، بدل ماينس 1 باور ان بلس 1 اخليه ماينس 1 باور ان. يبقى انا لما برجع لورا بقلل الباور بتاع ماينس 1 ده بواحده، ليه بقى؟ لان انت عندك ماينس 1 باور كذا دي، يعني مثلا عندك ماينس 1 باور 1 دي بنيجاتيف، ماينس 1 باور 2 بوزيتيف، ماينس 1 باور 3 نيجاتيف وهكذا. فبالتالي لو انت عندك ماينس 1 باور اي حاجه بغض النظر هي كام؟ مش لو نقصت منها واحدة أكيد الإشارة بتاعتك هتتغير؟ لو هي أصلا كانت ايفن ونقصت واحدة مش أكيد برضه الإشارة هتتغير؟ فعشان كده أقول لك ما تقعدش تشغل نفسك بالإشارة، الإشارة دايما بلس. لما تيجي ترجع النيجاتيف 1 باور كذا دي نقص منها واحدة، بحيث لو هي ايفن تبقى اود ولو اود تبقى ايفن. خلاص عليك. أنت هتحتاج دي أنت بتعمل المطلوب. ماشي؟ كده خلاص خلصنا الاستنتاج الرياضي. نبتدي بقى نتكلم على الباب الجديد اللي هو نظرية ذات الحدين. بعد كده
الحدين دي عبارة عن ايه؟ معناها باينوميال ثيرم. النظرية دي بتتكلم على ازاي نفك قوس جواه ترمين وعليهم باور. تلاقي يقول كده حاجة زي حاجة أو حاجة ماينس حاجة، حتى لو دي ماينس أو حاجة ماينس حاجة، وعليهم أي باور حاجتين، بس لازم يكون اسمها ذات الحدين، يعني عندها ترمين باينوميال. لكن لو أكتر من حاجتين، لو في ثلاث حاجات جوه خلاص ما تعرفش تعملها دي، لازم حاجتين جوه ما بينهم بلس أو ماينس. والباور بقى يكون عدد صحيح موجب بوزيتيف انتجر، او عدد صحيح سالب نيجاتيف انتجر، او فراكشن كسر موجب او سالب، اي حاجه واي باور في الدنيا بتفكها نظريه ذات الحدين. تمام، اي باور، بس اهم حاجه يكون جوه حاجتين. تفكها ازاي بقى؟ بيقولك لازم اخلي الحاجتين دول واحد زائد، يعني لازم اخليهم بالمنظر ده، لازم اخليها واحد زائد الاكس دي بقى، ممكن تكون اسمها اكس 2 اكس، اكس على 2، اكس سكوير ناقص 4، اي حاجه، يعني مش فارقة معايا الاكس دي، أهم حاجة يكون واحد بلس أي حاجة. يعني مثلا أول واحدة دي ينفع أفكها لأنها واحد بلس أي حاجة. تمام؟ دي برضه ينفع أفكها، بس دي ماينس مش بلس، الناس اللي نامت. ليه ينفع أفكها؟ عشان دي ممكن أعتبرها كأن هي كده، كأن هي واحد بلس نيجاتيف 4 اكس، فأنا مش فارقة معايا الاكس دي تبقى إيه؟ لو بوزيتيف او نيجاتيف تبقى اكس او اكس سكوير، يعني احنا حتى لو دي اكس سكوير مفيش مشكله، يبقى الاكس اسمها هنا نيجاتيف 4 اكس سكوير. انا كل مشكلتي بس ان هيبقى واحد زائد بس، يعني دي كده ما ينفعش، ليه؟ لان لا دي واحد ولا دي واحد، لازم فيهم واحده تكون واحد. طب ساعتها اخلي ازاي حاجه فيهم واحد؟ ناخد الاربعه بره كومن فاكتور عامل مشترك، فناخد الاربعه بره تبقى دي اسمها واحد زائد اكس على اربعه. الناس اللي على الأربعة ده على الأربعة، القوس باور سالب نص، يبقى اللي طلع بره كمان باور سالب نص. ساعتها يبقى اسمها إيه؟ أربعة باور سالب نص دي بالكالكليتر بنص. واحد زائد أي حاجة. يبقى الفكرة كلها عشان نحل لازم يكون المسألة مترتبة عندنا واحد زائد كذا. كذا ده يكون موجب، يكون سالب، يكون بباور، يكون من غير باور، مش فارقة معانا. يفكها إزاي بقى لو خلاها واحد زائد أي حاجة؟ يفكها بالقانون اللي فوق ده. الار ده هو الباور، مسمينه ار عشان مش فارقه معانا الار ده بكام. الباور على 1 فاكتوريال في الاكس بتاعها، الباور والناقص من 1 على 2 فاكتوريال في الاكس باور 2، بعد كده الباور والناقص من 1 والناقص منه كمان 1 على 3 فاكتوريال في الاكس باور 3، وهكذا. هتفضل ماشي بنفس الشكل ده لغايه فين؟ لغايه ما لا نهايه. يعني مش فاهمين حاجه، تعال نجرب دي كده، تعال نجرب دي، شوف كده بتفك ازاي. القانون بيقول لك ايه؟ شوف الاول فين الاكس؟ فين الار؟ من الباور دي الار. فكوا ازاي بقى؟ يبقى واحد زائد الباور بتاعك على واحد فاكتوريال في الاكس بتاعتك، وتبقى الاكس دي اسمها ايه؟ طب ده الترم التاني، الترم التالت بقى الباور بتاعك تنقص منه كمان واحدة، فناقص أربعة على اتنين فاكتوريال الاكس بتاعتك اللي هي، شوف الاكس بتاعتك اسمها ايه؟ سكوير. طب الترم اللي بعديها نفس الكلام، يبقى ناقص تلاتة في ناقص أربعة في ناقص خمسة على 3 فاكتوريال دي باور 3، وهكذا لغايه فين بقى؟ لغايه ما لا نهايه، ما اصل ده مش هيخلص، ده يقعد تقلل ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7 ناقص 8 ناقص، صح؟ عشان كده هو ان جنرال عموما مفكوك لا نهايه. طب ازاي بقى؟ تعال نجرب هنا، تعال نجرب هنا كمان. النص ده مالكش دعوه بيه، ده بره جوه البوز بقى. 1 زائد الباور بتاعك هنا اسمه كام؟ ماينس نص، تحط الار زي ما هي على 1 فاكتوريال الاكس بتاعتك اسمها اكس على 4. بعد كده الباور ناقص من ناقص نص واحد، يبقى ناقص واحد ونص على 2 فاكتوريال الاكس بتاعتك بقت تربيع. بعد كده الباور بتاعك ناقصت انت منه واحد قبل كده، ناقص كمان واحد على 3 فاكتوريال اكس على 4 باور سالب 3.
هو التلاتة وهكذا. كل مره بتزود باور الاكس واحده وتنقص من الار اللي انت وصلت لها واحده كمان، يعني دي كانت سالب نص نقصنا واحده، وبعد كده سالب 2 نقصنا واحده وهكذا. فهمنا ازاي نستخدم القانون ده؟ هل القانون ده فارق معاه الباور موجب ولا سالب ولا كسر ولا ايه؟ مش فارق معاه اي حاجه. يعني لو عندك فوق كده 1 زائد 4 اكس اس 5 تعمل نفس الكلام. تمام؟ بس 1 زائد 4 اكس اس 5 فيها ميزه عشان كده اجلتها للاخر. ايه بقى الميزه؟ هنعملها كده 1 زائد 5 على 1 فاكتوريال 4 اكس، بعد كده 5 في 4 على 2 فاكتوريال 4 اكس سكوير، بعد كده 5 في 4 3 على 2 فاكتوريال على 3 فاكتوريال 4 اكس كل باور 3، بعد كده 5. طب ما يمشي خلاص كده، اكمل معايا 4 في 3 في 2 على 4 فاكتوريال اكس باور 4، بعد كده 5 في 4 3 2 1 على 5 فاكتوريال 4 اكس باور 5. بعد كده بقى الترم اللي بعد كده اسمه ايه؟ 5 في 4 في 3 في 2 في 1 في ايه؟ في 0، بقى كله 0 خلاص. طب اللي بعديه 5 4 3 2 1 0 في سالب 1، بقى كله برضه 0. يعني انت لو الباور ده عدد صحيح موجب هتلاقي نفسك بعد شويه كل اللي جاي بتضرب في ايه؟ ب 0. فعشان يقول لك ده الحاجه الوحيده اللي ما تكملش المال النهائي، دي الحاجه الوحيده اللي ليها نهايه، اللي هي لو الباور بتاعك عدد صحيح موجب فدي ليه نهايه، انما لو الباور نيجاتيف انتجر عدد صحيح سالب ملوش نهايه، لو الباور كسر سواء موجب ولا سالب فده ملوش نهايه. فهم دول الثلاث حالات اللي انا كاتبهم. انا كاتب لك لو الباور بتاعك عدد صحيح موجب عندك المفكوك محدود. محدود يعني ايه؟ يعني مش هيكمل لمدى النهايه. طب هيقف عند كام؟ عدد الحدود ار بلس 1، يعني لو دي باور 5 تلاقي نفسك كتبت ست حدود اتوقف. تعالى نعدهم كده 1 2 3 4 5 6 فعلا. ست حدود. وتلاقي نفسك لازم تبتدي بواحد واخر حاجه هتبتدي بدي اس 5. اخر حاجه تقف عندها. ليه؟ لان ده 5 فاكتوريال على 5 فاكتوريال يروحوا ويتبقى دي. عشان كده بقول لك لو عندك واحد زائد اكس اس ار والار دي موجبه لازم تبدا بواحد وتنتهي بايه؟ باكس اس ار. طب وفي النص لو عايز اجيبهم اشتغل عادي بالقانون بقى، ار على 1 فاكتوريال في اكس، ار في ار ناقص 2 فاكتوريال في اكس سكوير. امال ايه البتاع دي؟ سيبك منها دلوقتي. سيبك من التحدي اللي عندك دلوقتي، مش مشكله. انا قصدي ان ده ليه بدايه وليه نهايه. في النص اشتغل بالقانون ده زي ما انت عايز. انما لو الباور عدد صحيح سالب انا هكتب لك من واحد واشتغل بالقانون لغايه ايه؟ انفينيتي. لو الباور عندك سالب نص ده سامبل للكسر، يعني لو في كسر باور فراكشن هتبقى واحد زائد نمشي بالقانون لغايه ايه؟ ما لا نهايه. فانا عندي مشاكل بقى في الحاجات اللي بتروح لما لا نهايه. يا ابني اصحى. ايه؟ فانا عندي مشاكل في الحاجات اللي بتروح لغايه ما لا نهايه. ليه؟ لان انا مش هعرف امشي معاها لغايه ما لا نهايه. مش هعرف افك لغايه ما لا نهايه. فعشان كده بيعملوا حاجتين، بيطلعوا حاجه اسمها الحد العام. ايه الحد العام ده؟ بيطلع لك حاجه كده فيها ان، بحيث لو حطيت ان ب 100 يجيب لك الترم اللي فيه اكس اس 100 شكله عامل ازاي. لو حطيت ان ب 5 يجيب لك الترم اللي فيه اكس اس 5 عامل ازاي، لان انت مش هتقدر تقعد تفك لغايه اكس اس 100، مش هينفع تروح كده. يعني انا دلوقتي افرض ديجا القوس ده، قلت لك قول لي ايه الارقام اللي مكتوبه جنب اكس اس 35، عشان تقدر تعرف ايه الارقام المكتوبه جنب اكس اس 35 لازم تروح تفك لغايه اكس اس 35. فده مجهود شاق جدا، هفك 36 ترم بالشكل بتاع القانون اللي فوق ده، مش هينفع. فيقول لك بدل كده لو حد قال لي الجنرال ترم اهو، خلاص انت عايز اكس اس 35 جنبيها كام؟ حط كل الانات دي 35. تمام؟ هي الفكره بقى الحد العام ده هنجيبه ازاي؟ مش عليك بقى نجيبه ازاي؟ هتحفظهم. تحفظ الحد العام بتاع العدد الصحيح الموجب والسالب والسالب نص بس، لان لو الباور كسر ملوش حد عام، ملوش جنرال ترم. فالسالب نص بس هو اللي ليه جنرال ترم محفوظ. غير كده مش مع اي، يعني لو الباور ده واحد على الاثنين مش سالب واحد على الاثنين ما نعرفش نجيب له جنرال ترم. طيب الجنرال ترم هنحفظه شكله عامل ازاي؟ بيقول لك لو الباور عدد صحيح موجب فالجنرال ترم اسمه ار سي ان اكس اس ان. ايه السي دي؟ السي دي كومباينيشنز التوافيق، اللي هي ايه السي التوافيق كومباينيشنز دي؟ اعمل شيفت مع طيب مع الضرب بس مع الضرب هتلاقي كده في حاجه مكتوب عليها ان سي ار في العزم شفت مع الاسم اعمل شيفت مع الاسم يوم الكمبيوتر عامل لك سي سيبك تكتب حاجه فوق وحاجه تحت هو يحسبها لك مش عايزين احنا نخش في تفاصيل التوفيق دي خالص يعني مثلا عندك 5 سي 3
دوس شيفت معناه انت لازم اعمل لك السي وانت حط فوق 5 وتحت 3 وخلاص دوس تساوي هو يحسبها لك بكام. بس السي دي خليك عارف عنها حاجه بس، ان لازم الرقم اللي فوق اكبر من اللي تحت. ده منطقي جدا. ليه؟ لان انا بقول لك انت اخرك اكس اس ار صح؟ يعني اخر حاجه خالص اكس اس ار، وانا بقول لك هنا ار سي ان اكس اس ان، فبالتالي مستحيل الاب باور ده يتجاوز ده، فبالتالي مستحيل اللي تحت ده يتجاوز ده. مش مشكله يعني، خليك بس عارف لو انت عملت على الكثير الثلاثه سي 5 هيعمل لك ايرور، مش عارف يحسبها لك، لازم يبقى الخمسه فوق والثلاثه تحت. هو ده شكل الحد العالي. طيب يعني انا لو كنت مكسل اجيب الست حدود دول هنا، لو كنت مكسل اجيب الست حدود دول كان ممكن ما اجيبش كل دول، هو قايل له 1 زائد نقط يعني هات هات، واقوم كاتب له جنرال تيرم واقول له زائد كمان نقط لغايه هنا، كان ممكن اعمل كده. طب الجنرال تيرم هيبقى اسمه ايه؟ الار هنا ب5، هيبقى اسمه 5 سي ان 4 اكس اس ان. يعني هي الحاجة الوحيدة اللي بتعوض عنها قيمة الأر، يعني الأر دي بتتغير من قوس لقوس وبتبقى عارفها بكام. طب إيه بقى ميزة الحد العام عشان كده مسحت كل دول وحطيت نقط؟ أنت بقى عايز الترم اللي فيه إكس أس واحد هنا قيمته بكام؟ حط أنت بقى الـ إن بواحد. فالجنرال ترم ده يعني ترم بيقوم مقام كل الترمات، زي اللي كنا بنستنتج من شوية. كنا بنستنتج الحد العام من شوية، بس ده كان أريزمتك سيكونس أو متابعة حسابية وكنا بنستنتجها بقانون. لكن أنا مش عارف أستنتج بتاع ده فعشان كده محافظين. وممكن يكون دكتور استنتجوا لكم في المحاضره، اصل انا مش مهتم يعني بالاستنتاج وخلاص ولا بيجي في الامتحان. فهي دي كده شكل الجنرال تيرم. هنا برضو لو انا ما كنتش عايز اقعد اجيب كل دول، انا كنت عايز اقول واحد زائد نقط لغايه ما النهايه. خلاص لو انت مش هتجيب الحدود دي لازم تكتب لنا جنرال تيرم، تقول لي كده واحد زائد ترمات اهي في النص، عايز تجيبها هاتها بالقانون، او استخدم القانون العام الجنرال تيرم بتاع العدد صحيح السالب اللي هو اسمه ايه بقى؟ يقول لك نيجاتيف 1 باور ان سي تحت ان وفوق في كام؟ يقول لك مودلس ار زائد ان ناقص 1. يعني ايه مودلس ار؟ يعني تاخد ابسوليوت تالي او القيمه المطلقه للباور اللي هو سالب 3 واخد 3 زائد ان ناقص 1. في اكس اس ان ابو الاكس بتاعتك اسمها ايه هنا؟ اسمها نيجاتيف 4 اكس سكوير. حسب الاكس دي بتتغير، يبقى ايه الاختلاف في الحد العام كل مره؟ الاكس والار هم دول اللي بيتغيروا، لان الار دي بتعتمد على الباور بتاعك كام والاكس بتعتمد على الاكس بتاعتك كام، صح؟ نفس الكلام هنا، لو عندك ده هو سالب نص اهو، مش عايز تجيب لي كل دول، خلاص قول لي واحد زائد نقط بس، خلاص تبتدي مكانه من الحد العام. الحد العام هنا اسمه ايه؟ سالب واحد اس ان 2 ان جوه فاكتوريال على ان فاكتوريال جوه تربيع و2 اس 2 ان اكس اس ان، والاكس بتاعتك دي بقى بكام؟ المسألة دي هنا الاكس بتاعتنا باكس على 4. يبقى احنا دلوقتي حافظين ثلاث اشكال للحد العام، العدد الصحيح الموجب والعدد الصحيح السالب النيجاتيف النص، ماشي؟ خلاص؟ طيب بيعملوا حاجة كمان بقى مع المفكوك اللانهائي، المفكوك اللانهائي اللي هو ايه؟ اللي هو ده وده، هما دول الحاجات اللي على المفكوك بتاعها لانهائي. بيجيبوا حاجة اسمها شرط التقارب، يبقى شرط التقارب ده بيبقى بس للمفكوك اللانهائي، لكن لو في حاجه محدوده مفيش حاجه اسمها شرط التقارب. ويعني ايه اصلا شرط التقارب ده؟ دلوقتي بيقول لك بص، دلوقتي لو المفكوك ده مكمل معايا ما لا نهايه، هو ده المفكوك بتاع ذات الحدين ده القانون الاساسي، لو ده مكمل معايا لغايه ما لا نهايه مش هعرف احسبهم، صح؟ لان مفيش حاجه احسبها لما لا نهايه. طب تخيل دلوقتي لو انا حطيت لك الاكس بخمسه وعايز اشوف الترمات دي ماشيه ازاي. هنا 5، هنا 5 تربيع يعني ايه؟ 25، بعد كده 5 باور 3 يعني 125، يعني كل شويه بضرب الترم بتاعي في رقم يكبر، صح؟ يبقى ينفع اجي اقول لك خلاص كفايه لغايه هنا، اللي جايين دول صغيرين اهملهم، ده اللي بعد كده ده 5 اس 4 واللي بعديه 5 اس 5، كل شويه الترم بيكبر، يعني كل ما انت تروح ناحيه الانفينيتي قيمه الترم بتكبر فبيزداد اهميه. سواء بقى بالجمع ولا بالطرح مش فارقه، ما انا لما اجمع 10000 او اطرح 10000 ده هياثر في القيمه الكليه جامد. بقول لك ده ما ينفعش. ده كده اسمه مفكوك تباعدي. يعني ايه تباعدي؟ يعني لازم اروح معاه الانفينيتي عشان كل شويه القيمه تتغير. طب تخيل بقى لو كانت الاكس دي بنص. لو كانت الاكس بنص، النص تربيع بكام؟ ربع. بعد كده باور 3 بكام؟ 1 على 8. بعد كده باور 4 على 16. بعد كده 1 على 32. بعد كده 1 على 64. هتلاقي كل شويه انت ايه؟
تضرب في حاجه اصغر، فانت كل شويه بتصغر القيمه بتاعت الترم صح؟ فيقول لك خلاص يعني ممكن مثلا بعد 10 ترمات ولا حاجه هيبقى 1 على 2 اس 10 يعني 1 على 1024. فتلاقي بقى الترم بقى صغير قوي، ممكن بعد 10 ترمات اوقف واقول لك اللي جاي ده صغير اهمله. فانا لازم طالما في حاجه رايح المدى النهائي اتاكد ان القيم بتاعت الترمات بتقل تقل 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 ليه؟ عشان اعرف اهمل بعد شويه، لكن لو مش عارف اعمل حاجه يبقى مش هينفع. عشان كده الكالكليتر لو انت قلت لها لو انت قعدت تجمع ارقام كبيره يعني مثلا تعمل ايه؟ 10 زائد 15 زائد 1000 زائد 5000 زائد 7000 وتدوس تجمعهم. تيجي بعد شويه تقول لك ما زالوا مش عارف. لكن اعمل بقى 10 زائد 1 من 10 زائد 0.001 زائد 0.2 تلاقي بعد شويه ما بتديش ما زالوا، بس تلاقي بعد شويه ايه؟ ثبتت الرقم اللي على الشاشه وانت قاعد تجمع حاجات او تطرح حاجات بس كميتها صغيره قوي ما تغيرهاش. ليه؟ لانها بتكتفي بدقه مثلا 9 ارقام عشريه على الشاشه. وبعد ال 9 ارقام عشريه دي مش هتضبط. فدي نفس الفكره، انا عايز بقى ان انا اقعد اجمع اكتفي بدقه معينه واهمل الباقي. فعشان كده اقول لك اي مكوك لا نهائي دي شرط تقارب. شرط التقارب هو ايه؟ ده اللي انا قلته، ان عشان القيمه تكون بتقل لازم الاكس دي كانت بنص مش بخمسه، هي يعني لازم قيمتها اقل من واحد تبقى كسر يعني. قيمتها كقيمه بغض النظر اشارتها احنا قلنا تتجمع وتطرح مش فارقه. يعني لازم تكون الاكس بنص، سالب ثلاث ارباع، سالب ربع، ماينس 3 على 8، موجب 4 على 9، اهم حاجه تكون قيمتها اقل من واحد. لو قيمتها تجاوزت الواحد اي حاجه اكبر من واحد تتربع او تبقى في ارضيه تقعد تكبر. تمام؟ لكن الفصول لما تتربع او تبقى في ارضيه او في اربعه تقعد تصغر. تمام؟ بس فعشان كده لو انت عملت اي مفكوك وطلع ان هو بيروح لانفينيتي يعني كان الباور سالب، الباور سالب او كسر، لازم تجيب لي معاه حاجه اسمها شرط التقارب. طب ايه اللي هيختلف كل مره؟ شرط التقارب خلاص محفوظ. ده اللي هيختلف كل مره مين؟ اكس. هنا مثلا ده مفكوك محدود ملوش شرط تقارب. هنا ده مفكوك لا نهائي عشان الباور سالب 3. هيبقى شرط التقارب ان مودلس البتاعه دي اصغر من واحد. والمره دي بتتغير. هنا ده سالب نص يبقى ده لا نهائي. يبقى مودلس البتاعه دي على بعضها اصغر من واحد وهكذا. ماشي؟ طيب عشان كده نحل بقى المساله دي اخر حاجه ونمشي. دي مساله اول مساله ممكن تيجي في الامتحان فعلا. كل ده انا بلخص لك القائمه فاهمها لك. جه بيقول لك ايه؟ فجذر الاربعه ب2، فجذر اكس سكوير باكس،
في 2 يبقى 4 اكس. يا اما تلاقي القيمه اللي في النص دي هي جذر ده في جذر ده من غير 2، ساعتها ما يبقاش مربع كامل. ساعتها بنعمل ايه بقى؟ ساعتها بتروح تضرب في القوس الاسفل جذر الاولى وجذر الثانيه وعكس اللي شغل في النص، تضرب فيه فوق وتحت. يبقى انا عندي تصرف من 2. لسه هفهمك تساوي ايه. يا اما تلاقي اللي في النص ده جذر ده في جذر ده في 2، يبقى ده مربع كامل وخلاص وخلصنا، وروح فك ده بقى اتصرف. انما لو لقيت اللي في النص جذر ده في جذر ده بس مش في 2، لازم تروح تضرب في قوس صغير من عندي. القوس ده عباره عن جذر دي وجذر دي وعكس الاشاره اللي في النص. ليه بقى؟ لان انت 1 في اكس ناقص 2 مش فارقه في اكس ناقص 2. تحت بقى لو انت مسكت الاكس في كل ده والسالب 2 في كل ده وجمعتهم هتلاقي بقى اكس باور 3 ناقص 8. فاكرين لما قلنا في مسائل القسمه لو عندك حاجه باور 3 وحاجه باور 3 بتحلل القوس صغير والقوس كبير، وقلنا نحتاجها في الباب ده. القوس الصغير بيبقى الجذر التكعيبي ده والجذر التكعيبي ده اللي هم اكس و2 ونفس الاشاره. القوس الكبير بيبقى مربع ده ومربع ده وده في ده بعكس الاشاره. احنا قلناها كده. احنا بقى عملناها بالعكس، بدل ما نحلل احنا خليناها تتلم في الترمين زي دي كده. فانا اللي بيحكمني اضرب في قوس زي ده ولا اعملها مربع كامل اللي في النص. لو اللي في النص ده حاصل ضرب الجذور بتوع دول ماشي، يبقى ده مربع كامل. اللي في النص حاصل ضرب الجذور بس يبقى اضرب في قوس صغير. طب لو ده ماينس يبقى ده بلس وده بلس. ساعتها دي تطلع بلس بقى. ماشي؟ طب دي شبه مين منهم؟ دي كده. هي الثلاث بدون دول شبه مين؟ الشبه الثانية اللي في النص روت ده في روت ده بس. عشان كده نروح نضرب في قوس صغير اسمه اكس ماينس 2 فوق واكس ماينس 2 تحت. يبقى ساعتها ده يبقى بيساوي 1 في اكس ناقص 2 على اكس باور 3 ناقص 8. يعني اكس ناقص 2 اكس باور 3 ناقص 8 باور كام؟ باور سالب 1. كده الاكس ناقص 2 ده قوس ما عليهوش باور اصلا فخلصانين منه. واكس باور 3 ناقص 8 اللي عليه باور بقى كام حد؟ نعرف بقى نشتغل. وقفت الفكره الاولانيه في المساله. الفكره الثانيه بقى موضوع صغيره وكبيره دي هعمل فيها ايه؟ انا هحفظك الاول صغيره وكبيره دي اعمل فيها ايه وبعد كده افهمك ايه سببها. دلوقتي مش انت عشان تفك القوس ده لازم يكون 1 زائد عشان يبقى 1 زائد لازم اخد السالب 8 دي عامل مشترك. يعني ممكن لو ماسك اكس ناقص 2 في اكس باور 3 ناقص 8 باور سالب 1 دي تقول لي ما ينفعش افك كده. عشان افكها اقوم اخد سالب 8 دي بره عامل مشترك، يبقى ساعتها سالب 8 على سالب 8 تدي 1 واكس باور 3 على سالب 8 تدي ماينس اكس باور 3 على 8 وده عليه ماينس 1 وده عليه ماينس 1. طيب بعد كده عامل ايه بقى؟ اوكي افكها سالب 8 باور سالب 1 يعني 1 على سالب 8 اكس ناقص 2 ودي يعني 1 زائد سالب اكس باور 3 على 8. خلاص روح فكها. افك ازاي؟ 1 على سالب 8 في اكس تبقى سالب 1 على 8 اكس، 1 على سالب 8 في سالب 2 تبقى ربع. دول خلاص خلصنا منه. طب القوس ده هيتفك ازاي؟ 1 زائد الباور على 1 فاكتوريال في الاكس الباور، الباور ناقص 1 على 2 فاكتوريال في الاكس سكوير وهكذا. عايز تكتب له بقى جنرال تيرم، عايز تكتبها له كده ما لا نهايه مش فارقه، لان هو بيقول لك يوجد مفكوك وخلاص. طيب الاكس بتاعتنا اسمها ايه بقى هنا؟ سالب اكس باور 3 على 8 سالب اكس باور 3 على 8 فكده جبت له مفكوك. طب ايه يعني موضوع اكس صغيرة ده فرق معايا في ايه؟ موضوع اكس صغيرة ده اما الاكس تبقى صغيرة ساعتها اما اقعد ازود عليها الباور اما تقل يبقى المفكوك ده صح. لكن لو الاكس تبقى قيمتها كبيرة المفكوك ده غلط. ليه بقى؟ لو الاكس قيمتها كبيرة وانا مديها باور 1 وبعد كده باور 2 وبعد كده باور 3 يبقى انا قاعد اكبرها اكتر، المفكوك ده المفكوك تباعدي. المفكوك لازم يكون متقارب صح؟ عشان المفكوك يبقى متقارب لازم قيم الحدود تكون بتقل. اي حاجه الباور بتاعها بيزيد وتبقى بتقل هي القيم الصغيره. يعني القيم الكبيره لما ازود الباور بتاعها تزيد زي ما قلنا الخمسه والسته والحاجات دي، كل ما ازود الباور بتاعها تكبر. لكن النص والربع والثلث والحاجات دي كل ما ازود باورها تصغر. فالكلام ده يصلح في حاله اكس صغيره. لكن لو عملت الكلام ده لو الاكس قيمتها كبيره ما ينفعش. امال اعمل ايه بقى؟ بيقول لك لو الاكس كبيره وعايز تحل نفس المساله دي تقف عند الخطوة دي من الأول تاني، تقف هنا. تقف عند إكس ناقص 2
في اكس باور 3 ناقص 8 باور سالب 1. مش انت هنا عايز 1 زائد؟ انت ليه فكرت تاخد السالب 8؟ ممكن تاخد الاكس باور 3 نفسها بره. يعني ممكن اخد الاكس باور 3 عامل مشترك، ساعتها هيبقى دي 1 دي ناقص 8 على اكس باور 3. ما انا مخلي 1، ممكن اخلي 1 مكان دي او 1 مكان دي. فيا اما اخد الرقم بره عامل مشترك، يا اما اخد الاكسات بره عامل مشترك. اه ما انا اخدت الاكس بره عامل مشترك، فقسمت دي على اكس باور 3 بقت 1 وقسمت دي على اكس باور 3. ايه الميزه دلوقتي؟ ان لو الاكس كبيره يبقى الترم ده على بعضه اللي هو الاكس بتاعتي اصلا ما ايه؟ صغيره. يبقى انا لازم الاكس اللي اكون كبيره تبقى صغيره. فلو الاكس اصلا صغيره خلاص سيب الاكس في البسط عادي مش مشكله. انما لو الاكس بتاعتي كبيره لا لازم الاكس تبقى في المقام عشان لما افك يبقى دي كلها ايه؟ تبقى صغيره. وده برضه باور سالب 1، ده باور سالب 1 تبقى 1 زائد الاكس بتاعتي ايه؟ تبتدي تفك. اه انت تاخد اللي انت عايزه. ما انت تاخد عامل مشترك زي ما انت عايز. يبقى 1 على اكس باور 3 في اكس ناقص 2 وابتدي فك بقى. 1 زائد الباور على 1 فاكتوريال في الاكس بتاعتي. والباور ناقص 1 على 2 فاكتوريال في الاكس بتاعتك تربيع. وهكذا بقى الى ايه؟ الى ما لا نهايه. انت هو يقول لي ايه؟ نعم؟ هو يقول لي ايه؟ اه فانت ما تعملش الموضوع ده ابدا الا اذا قال لك موضوع اكس صغيره واكس كبيره بس. طب افرض ما قالش بقى الموضوع ده وقال لي هات لي مفكوك وخلاص، يبقى انا شغال زي ما احنا بنعمل نطلع الارقام بره وخلاص. يعني عمري ما اخلي الاكس في المقام كده ابدا اذا قال لي موضوع اكس كبيره. خلاص؟ يبقى انا دلوقتي حافظ حاجه. انا القوس بتاعي اللي هفكه لازم الاكس تبقى في البسط لو اكس صغيره، لازم الاكس تبقى في المقام تبقى تحت لو الاكس كبيره. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ القوس اللي انا باخد منه عامل مشترك. لو عايز اخلي الاكس في المقام ياخد الاكس هي اللي بره. عايز اخلي الاكس في البسط ياخد الرقم هو اللي بره. طيب ساعات بقى بدل اكس صغيره واكس كبيره دي بيستخدم الفاظ ثانيه. ايه الالفاظ الثانيه دي بقى؟ ساعات يقول لي اكس بيعمل كذا علامه اصغر منه، دي معناها اكس صغيره. وساعات يقول لك باهمال اكس باور 3 وما يليه. اه باهمال اكس باور 3 وما يليه قصده يعني ايه؟ قصده يعني اما تقعد تفك لغايه ما توصل عند اكس باور 3 وقف. معنى ان اوصل لاكس باور 3 يعني كده الاكس عندي في البسط اصلا. فلو هو قال لي كده هلاقي هنا اكس باور 3، خلينا معانا بلاش اكس باور 3 خلينا مثلا اكس باور 4. لو قال لي بيهمال اكس باور 4 ما ليه يعني اخرك يظهر لك اكس باور 3. يبقى فك دي وفك دي ماشي فيها اكس باور 3 انما هنا اكس باور كام؟ باور 6. يبقى اهمل كل ده. يبقى دي كلها الفاظ مكافاه لاكس صغيره. لكن اكس كبيره يا اما يقول لي اكس واكتر علامه اكبر من كده اكتر من مره. ساعات يقول لي بقى باهمال 1 على اكس اس 4 وما يليه. فدي معناها ايه؟ معناها ان لازم انت بتفك الاكس تبقى في المقام. كلمة بإهمال اكس باور 3 باور 4 وما يليها دي يعني ايه؟ يعني اقعد تقعد تفك لغاية ما تلاقي اكس باور 4 واللي بعده اهمله. طب اكس باور 4 اهملها؟ اه اهمال نفسها دي واللي بعدها. فطالما بيقول لي اعمل اكس باور حاجة يبقى معنى كده الاكس اللي عايزها تكون فوق. يبقى لازم افك اكس صغيرة. لكن ما يقول لي اهمال 1 على اكس اس كذا